بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة افتتح بازار ألبسة خيرية في صالة كنيسة سيدة السلام للروم الملكين الكاثوليك بحي الحميدية في حمص القديمة، يعود ريعه لأطفال الأسر الفقيرة، حيث عمل شبيبة الكنيسة على جمع الألبسة وفرزها وبيعها بسعر رمزي. بالرغم من كل الصعوبات والألم اللي عم يمر على وطننا، حبوا شبيبة الكنيسة يقوموا بمبادرة تقدر توصل الفرحة والبسمة لقلوب هالناس، فجمعوا هالتياب دي قدموها للعائلات الفقيرة، للأطفال المرضى، خصوصا أطفال المصابين بالشلل الدماغي. هاي المبادرة هي خلقت لحتى تساعد العالم، لحتى تكون سند لحدا محتاج، للولاد لحتى نفرحهم كمان بالعيد. كل عام وانتم بخير لكل السوريين، ونحن هلأ بهذا البازار عم نشتري الأغراض بأسعار رمزية وعم يستفيدوا منها أطفال باقي، وبهذا الشيء بيكون أعيادنا كل أعياد محبة. الله يعطيهم ألف عافية، بازار كتير حلو ومناسب للجميع، بتحس أنه بالفعل إيدهم وحدي، وأسعارهم كتير مقبولة، يعني أسعار مو مقبولة، أسعار رخيصة كتير بالنسبة لغيرهم اللي ما عندهم دخل. مبادرة حلوة وفعالة، في مشاركة، في أجواء، بتعمل أجواء حلوة ونحن بحاجة لهاي الأجواء. مثل هيك مبادرات بترجع بتخلي العالم تتقرب من بعضها، تحس ببعضها أكثر، فهاي المبادرات شيء حلو. المبادرة تهدف إلى رسم البهجة والفرح على وجوه الأطفال في فترة العيد، وتعزز دور المجتمع الأهلي في مساعدة المحتاجين، الأمر الذي يسهم في إدخال فرحة العيد إلى قلوب الجميع. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.